واثق الخطى يمشي فوزا. النادي الاهلي بيفوز على الانتاج الحربي برباعيه مقابل لا شيء 4 اهداف. الف مبروك للنادي الاهلي، 4 اهداف رمضان صبحي في الدقيقه 25. هدف المباراه الاول زي ما حضراتكم شايفين جونيور اجاييه لمجدي قفشه، ومجدي قفشه لرمضان صبحي لهدف المباراه الاول في الدقيقه 25. ثم هدف المباراه الثاني من تمريره رائعه لرمضان صبحي، رمضان صبحي نجم هذه المباراه بيعود يعملها لحسين الشحات بمنتهى الهدوء والرزانه، هدف المباراه الثاني في الدقيقه 56. ثم هدف المباراه الثالث ايضا من جونيور اجاييه من لعبه ولا احلى ولا اجمل ولا اروع، حاجه رائعه جدا علي معلول ومنتهى الذكاء حقيقة بيعملها لجونيور اجاييه ليحرز هدف المباراة الثالث. ثم يعود النجم حسين الشحات ويعمل اسيست ايضا رائع لوليد سليمان اللي ايضا بيعملها بمنتهى الهدوء ومنتهى التركيز يحرز هدف المباراة الرابع للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اداء واثق جدا من النادي الاهلي وحاجة جميلة جدا واهداف رائعة وشغل رائع جدا هنتكلم عنه كتير جدا 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 في هذه المباراة. طيب زي ما حضراتكم شايفين